السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، متابعي قناة المفيد في الإلكترونيكية، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التي تقدمها قناة المفيد في الإلكترونيكية. الدرس ديال اليوم غادي نوضحوا فيه لا ديفيرونس اونتر لا تونسيون اي لانتونسيتي الكتريك. لا تونسيون اي اون الكتريك، واحد لا غروندور كان روبرونجين كان ديرو كان عطي واحد لا روبريزونطاسيون اللي هي U، وكان وكان ميجوروه بواحد لونيتي دو ميجور اللي هي الفولت. باغ اكزومبل اللي عطيتك U ايكالا 2 فولت، اللي عطيتك U يساوي 2 فولت، كان عبروه بواحد الميتريك بواحد لا باراي كتسمى فولت متر او بيان دو ميلتي متر، واحد فولت متر. ولكن مادام في الميلتي متر كتلقى فيه كيعبر منها الفولت متر، منها لومبير، منها لومبيراج، منها لا ريزيستونس، منها شحال من حاجه كيعبر كي كتميجورا كي ميجوريها دونك بيه كيتسمى الميلتي متر وبيان الميتر اكس. هذا كتلقى فيه واحد لابلاج هي هادي ديال الفولتاج، كتحسب به الفولتاج ديالك. دونك هذا بالنسبه فيما يخص لا تونسيون. تونسيون واحد لا غروندور الكتريك كنعبرو كنرمزو ليها بالاو، لونيتي دو ميزور ديالها هي الفولت، كنعبروها بالفولت متر. مفهوم؟ دونك هو الحاجه الاولى. ثاني حاجه l'intensité du courant. شنو هي l'intensité du courant؟ l'intensité du courant هي une grandeur électrique تاعي، كنرمزو ليها بلا لتر اي، كنرمزو ليها بالحرف ديال اي، كنعبروها بالامبير متر، لذلك كنسميو لونيتي دو ميزور ديالها هي لامبير. دونك لونيتي دو ميزور ديالها هي لامبير، كنعبروها بالامبير متر، حتى هو كيما قلتي هو لا بلاج ديالو هنايا، لا بلاج دو لومبيراج هي هنايا فوا في الميلتيمتر و بيان في الميتريكس، كتلقى لا بلاج ديال لومبيراج ديال الفولتاج ديال لي ريزيستونس ديال فهمتي ديال لا كونتينيتي ديال كل حاجة. المهم مفهوم هنايا، قلنا لا تونسيون هي واحد لا كروندور إلكتريك، الرمز ديالها هي U، لونيتي دي ميزور ديالها هي الفولت. لانتونسيتي هي واحد لا كروندور إلكتريك لي واحد لا غروندور الكتريك كنرمزو ليها بالاي، و لونيتي دو ميزور ديالها هي لامبير. مفهوم؟ غنمشيو دابا نشوفو الفرق. عندي بواطيك فوالا، عندنا هنا اون بال ياك، و عندنا اون لامب، و ها لو كورون ديت هنايا. الى مشينا لهنايا غنلقاو فوالا كيما قلتلك، هنا عندنا لابيل ديالنا، هنا عندنا لا لامب، وهنا عندنا الميلتيمتر باش نعبرو لومبيراج لومبير متر. دونك الى شتي هنا كل ما كنزيدو فلا هنا سي لا تونسيون، كنتحكم في هاد لا تونسيون. لا تونسيون هو هاد لابيل، هو هاد لابيل اللي كنزيد في لابيل اش كيوقع؟ كتزاد هادو سون دي زيليكترون اللي كيتحركو، كتزاد لا فيتيس ديال هاد لي زيليكترون. شوف هما كنزيد ولا نقص في هاد لا تونسيون اش كيوقع؟ هاد لي زيليكترون كيزيدو كينقصو لا فيتيس على حساب اش درت انايا هنايا. مفهوم؟ فوالا انا كنزيد كنقص دابا في لا فيتيس وهما كينقصو. انا نزيد دابا في لا فيتيس، نزيد في لا فيتيس ديالي وغتشوف، نزيد في لا فيتيس ديالي ونشوف لو سيركوي ديالي كيفاش غيوقع. غيوليو يجريو هادو، غيوليو يجريو. مفهوم؟ فوالا نزيد في لا طونسيون. فوالا لي زيليكترون ولاو كيتزادو في لا فيتيس ديالهم. يعني لا كونكلوزيون اللي بغيت نوصلها لك هي هادي، قالك لا كونكلوزيون سي لا طونسيون دو ميجور لي فور دو لا بيل بور بوسي لي زيليكترون. يعني طونسيون شنو هو؟ هو هذاك لي فور اللي كتعطي ديك لا بيل ياك،
لا فور اللي كتعطي لا بيل، يعني لا فور اللي كيعطي لي زيليكترون باش يتحركوا، سواء بار بيل ولا حاجه اخرى. دونك لا تونسيون هو لي فور، يعني داك الجهد اللي كتعطيوه لي زيليكترون باش يتحركوا، هذا هو لا تونسيون. اما لا تونسيتي دو كورون هي سرعات، هي السرعه باش كيتحركوا لي زيليكترون. دونك واحد اللي بغيت نوصل عليك هو هذه، لا تونسيون هو لي فور، هو الجهد اللي كنعطيو لي زيليكترون باش يتحركوا، و لانتونسيتي هو سرعة تحرك الإلكترونات. مفهوم؟ يعني هذا فيما يخص هذا الفيديو. اللي عجبو الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، بارطاجو معكم، وعاونونا باش يعني باش نوصلو لانفورماسيون لأوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمة الله.